Hey guys, so أنا هني في أبوظبي وصلت، كان عندي شغل لازم أخلصه. Anyways بصير كل حد قال لي سيري لازم تسيرين هالمطعم. I'm so hungry حتى ما تريقت، فبصير وأبغيكم تكونوا وياي. بس هذا ميني فلوج عبارة عن هالشي. يلا نطير. إن شاء الله تكونوا بخير وأنتوا تشوفون هالفيديو. باي ذا واي شكرا على كل شيء سوونه، أحبكم. Koşa koşa ardından bittim, halim ortada. Seni delice seven kalbim hurda. Unutalım olanları, baksın herkes kendi yoluna. Hi, so what's the name of the restaurant? It's Highway 55. Highway 55? And I'm here with two friends. Hi there. Hi, so where are you from? Bulgaria. Bulgaria, and you? From Brazil. Hamburger? Yeah, but only pickles. Only pickles? Yeah, so meat, pickles, and the bread. You have chili cheese fries? Okay, I have the chili cheese fries. And Pepsi or Cola? Pepsi. Pepsi, no ice cream. Okay. المطعم صار له 15 يوم بس نيولي اوبند يعني، وسو فار كل حد يضحك كل حد مبتسم، والمانجر اعطاني هيز كارد عشان اطر له لينك الفيديو اللي هو ميني فلوج ويا الحين جابولي البيبسي مالي عادي بيبسي يعني، شو ما بقول لكم لذيذ ولا لا. Budala, budala. Boş laflar rüzgarla çıkılmaz bu yolla. Sen düz git, ben zaten o yana bu yana. Yokluğun وانا للاسف ما احب التشيز اللي يكون مربع في البرجر، لازم يكون الدايب فما عندهم. anyways انا عارفه ان اغلبكم يحب التشيز المربع فما بيواجه اي مشكله هنا. This is my burger. Yeah, I'll start eating. الغريب انه طعمه بالضبط 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 مثل البرجر مال ماكدونالدز، نفس اللحمه نفس المخلل حتى. So yeah, اللي يحب اللحم مال ماكدونالدز اكيد بيحب هالمطعم. وبيفتحون 10 فروع قريبا في دبي وفي ابو ظبي. anyways حلو شكله. سو سالتهم ليش ما يكتبون لي الاكل في السياره، لان انا شفت صور ناس جايبين اكل في السياره، قالوا ان الحين ما صار ببلاش صار ب 11 درهم. افا اظني الناس تموا يلعبون بالسيايير وايد. anyways 11 درهم مش عشان شيء، بس لاني بشله وياي البيت وبخليه ذكرى لهالزياره. اوكي ثانك يو. Can I have it for takeaway please? Also the Pepsi. So تعرفوني أنا ما أكمل أكلي في السيارة، بكمله وأنا رادة بيت. I'll have a vanilla, one scoop of vanilla with Snickers. Yeah. ممكن طعمه حلو. So yeah الجو اليوم وايد مشمس وايد. والمطعم كان حلو، مش the best burgers بس حلو يعني، الاكسبيرينس حلو، presentations البرجر حلو، السياير حلوة ب 11 درهم. anyways شليتهم وياي السياير. غير عن شيء البيبسي جالس ينصب في الكيس وانا اتصور. باي. so yeah هذا هو الميني فلوج، بس كنت ابغى اخبركم عن هالمطعم. anyways اشوفكم في فلوج 11 قبل لا اسافر، بنزل هذا الفلوج. فلوج 11 بيكون يا الميث، بحط اكونتها تحت عشان تشوفونها، اكيد تعرفونها باي ذا واي، مصوره فوتوغرافيه. وين بنسير ما ادري، بس فلوج 11 بيكون الفلوج الطويل اللي بعدها انا بسافر عنكم. الخبر المحزن، هاي هاو ار يو، تعرفون منو اللي مر من قدامي؟ مال المطعم اللي كان فيه العصير فوق الكوتن كاندي، تذكرونه الكافيه الفرنسي، لانهم عدال بعض فسلم علي.
Anyways. هي فبصير تركيا. الخبر المحزن إنه في تركيا في موقعين محجوبين وهم وايد مهمين. أولهم يوتيوب في تركيا محجوب عشان مشاكل سياسية صارت قبل. والحين إذا ما عرف سمعتوا بهالخبر وايد 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 مدمر الدنيا. خبر حجب تويتر أيضا في تركيا. سو نو تويتر نو يوتيوب ما في أنا بس على إنستغرام إن شاء الله. إذا قدرت أفتح يوتيوب أنزلكم فيديوهات يومية في تركيا. ما قدرت إن شاء الله أول أما أرجع من تركيا أسبوع أسبوعين بنزلكم إياهم على بارتس. إن شاء الله تكونون بخير وايد استانسوا في أيامكم. بوسوا أمكم أحبكم كلكم. بس باي جايز.